وجد من هؤلاء الشهداء من هو تم اعدامه بشكل مباشر، منهم من تم قطع راسه، ومنهم من تم بتر في اطرافه العلويه او السفليه او بقر باطنه، وبالتالي ما وجدته الطواقم المختصه سواء في الدفاع المدني او الطواقم الطبيه جثث كثيره بلا رؤوس او بلا اعضاء او بلا ايضا اطراف، الذي حدث في مجمع ناصر الطبي هو نفس الذي حدث في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العوده ومستشفى القدس ومستشفى الامل وكافه المستشفيات التي قام الاحتلال الاسرائيلي بمحاصرتها واقتحامها وتدميرها واحداث اعدامات جماعيه في داخل هذه المستشفيات سواء للنازحين او للطواقم الطبيه او للجرحى والمرضى وهذا ما حدث واكتشف سابقا في مجمع الشفاء الطبي قبل اقل من اسبوعين واليوم يكتشف من جديد في مجمع ناصر الطبي حيث نتوقع أن تكون الأعداد أكثر بكثير مما أعلن عنه نتوقع أن تكون الأعداد تفوق 700 شهيد مما تم أدامهم سواء في داخل المجمع أو مد محيط مجمع ناصر الطبي وتم دفنهم في مقابر جماعية في داخل مجمع ناصر الطبي وبالتالي نحن اليوم بهذا المشهد نؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ إبادة جماعية بحق المواطنين والطواقم الطبية والمرضى وهذا هو الذي يقوم به الاحتلال منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة وباحصائية بسيطة نحن نتحدث يوميا عن أن الاحتلال الإسرائيلي يقتل 172 مواطنا فلسطينيا في قطاع غزة